أحرز الأمريكي ستيف جونسون لقب دورة هيوستون الأمريكية الدولية للتنس بعد فوزه على البرازيلي توما بيلوتشي في المباراة النهائية بثلاث مجموعات لواحدة، ليحقق جونسون لقبه الثاني في ثالث مباراة نهائية في مسيرته الاحترافية والأولى على ملاعب ترابية وعلى أرض أمريكية، كما أنه الفوز الثاني لجونسون على بيلوتشي في مباراتين جمعتهما في بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة الأربعة الكبرى العام الماضي. أحرز سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل المركز الأول في سباق جائزة البحرين الكبرى في مرحلة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، وتقدم فيتل على سائقي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فاليري بوتاس لينهي السباق بلغت مسافته 308 كيلومتر بزمن قدره 1.33 دقيقة متقدما بفارق 6.6 ثواني على هاميلتون الثاني، ليصل فيتل إلى فوزه الثاني هذا الموسم والرابع والأربعون في مسيرته في بطولة العالم للفورمولا 1. نجا جولدن ستيت واريورز من فخ ضيفه بورتلاند ترايل بعد فوزه عليه بنتيجة 121-109 في أولى مباراة الدور الأول من بلاي أوف للدور الأمريكي لكرة السلة. وعانى جولدن ستيت واريورز السعي إلى استعادة لقب 2015 في الربعين الأولين قبل أن ينتفض في الربع الأخير ويحسم الأمور في صالحه بفضل نجميه كيفن دورانت وستيفن كوري.